شو يا مرت اخي؟ ما بدك تحكي كلمة حق. انت اكثر وحدة بتعرف اللي صار. انا اللي شلت قضية قتل الزعيم عن اخي. فتت بداله على الحبس. لانه عنده مرة وعيلة. وانا كنت عزابي. لا وراي ولا قدامي. بس على اساس انه حصتي من ورثه ابي تضل محفوظه عندكم. انا اللي تحملت رطوبه حيطان السجن. روحت احلى سنين حياتي بالوقت اللي انتو كنتوا عم تتنعموا فيه بالمصاري والعز والجاه. بس بالاخير بطلع وما بلاقي شيء لالي. ولك حتى بيتي قاويني ما بلاقي. انت مالك عنا شيء. اخوك الله يرحمه قبل ما يتوفى كتب وصيته ووزع كل شيء على اولاده وما جاب سيرتك بالوصية. بس هذا حرام. قهر وظلم. سنين عمري ضيعتها كرمالكم. ولك يا ريتني ما طلعت. يا ريت. قلت لك مالك عنا شيء. وما عاد عندي كلام تاني معك. إياك من عزف الجفون ومن دعوات للسحار. فيها. بس عمي له حق بورته جدي ولازم ياخدها. خلاص ولك ما ضل غير انت تعلمني الصح من الغلط. روح من وشي. عمي عمي خالد؟ ايه عمي انا خالد. بدي تعرف اني معك ومصدقك ورح ضل معك لحتى تحصل حقك. بوعدك. يا حبيبي ما بدي اكثر من هيك. يا بوب يا ابي شوفي شو القصة؟ كأنه أخي لزقان بعمي خاطر، ليش ساكتتي له أنتِ؟ فهميني. عمك مفكر إذا صاحب خالد بخليه يضغط علي ورجع له الورثة. ما بيعرف إنه مو صباح اللي بينلوى دراعها. أيوه. يا عمي. شرف. يا مو أنا بدي أتنازل عن حصتي بالبيت والدكان والبستان. أنا ما فيني أشوف الظلم وأسكت عنه. لا يا خالد. ليش أنا برضى بالظلم؟ بس كأنه عمك معبيك علي ومخليك تكرهني. لك عمي انقذ ابي من تهمه كانت روحتنا كلنا. وما كنت وصلتي للي انت فيه اليوم،
ومع هيك ضليت تعذبيه وظلمتيه وقلعتيه وما انبك ضميرك انك ما اعطيتيه حقه؟ ولك عيط بوش امك ولك ومنشان شو؟ وكرمال مين؟ كرمال عمك اللي خريج حبوس اللي بده يسرق ورطتنا من ابونا؟ اصحى لك اصحى بقى. لك لو كان ابي عايش ما كنتوا رح تقدروا تعملوا اللي عم تعملوه. انا رح ضل ورا الموضوع لحتى يرجع لعمي حقه وعلى هالبيت ما عاد لي فوتي. وبس يرجع عقل الرحمن لإلكم بتلاقوني عند عمي، عند عمي اللي ضحى بحياته كرمالنا. خالد شوف حاتم، لحتى نخلص من هذا الوباء اللي اسمه خاطر واخوك يرجع لحضننا، ما في قدامنا غير حل واحد. شو هو الحل يا ماما؟ انت بس قولي لي. رح اقول لك شو هو، بس اذا حكيت لك ما في مخلوق بالعالم بيضرب اللي انا حقوله غير انا وانت. معلوم. انا عرفت انه عمك مستاجر بيت جنب القهوه وكل يوم بعد اذان المغرب بيحمل حاله وبيروح بيشرب قهوته هنيك. واخوك بيضل بالبيت، يعني بيروح براسه لا ورا ولا قدام. بهذا الوقت تحديدا بدك تقتله. شو؟ اقتله؟ ايه تقتله رصاصة واحدة بنص قلبه بتهرب، لا من شاف ولا من دري. وإذا حدا سألنا منقول إنه أولاد الباشا عم ينتقموا منه بعد ما عرفوا إنه طلع من السجن. والله إنك حابكتيها كتير يا أمي. أكيد بدي أكون حابكتها. بدك يعني شوف بعيني عمك كيف عم يسرق أملاكنا وياخد ابني من حضني واسكت له؟ معذر. إيه؟ نقتله. الله يصلح ابوك. ابوك لك عمي كان متهور كثير، قتل الزعيم لانه كان طمعان بالزعامه. وانا حملت القصه عنه، وطبعا هذا الشيء بلا منيه. والله العظيم انا مالي ندمان أساسا، ما بدي شيء غير بين صغير يا ويني. أنا الله ما عوضني بأولاد، بس الله بعد لي إياك يا خالد. أنت شاب أبضاي وبتشبهني وما بتحب الزعلة. ولا ابنك عمي، ابنك اللي ما رح يغسلك بعمره ورح يرجع لحق ولو بده يضل بعمر يوم واحد. انا ما رح اسكت ابدا ابدا ليرجع لك حقك. انا بفديك بدم يا عمي، عيوني الك. عيد الشر، عيد الشر عنك يا حبيبي. انا ما بدي شيء منك غير تضل بخير وسالم. ما بدي شيء منوب. ما رح تروح القهوه اليوم عمي؟ والله شكلك تعبان كثير. قال لك لا اروح. لازم اروح، في مصاري لابو، لابو مصطفى، ولازم اوصل له اياهم. ما تاكل هم، انا بوصل له. لا 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 ليش يا عمي ليش يا عمي ليش؟
يا خالد شفت الطمع تبعك كله يا صبري، بدل ما يقتلني هذا الأخوك ابني ابني يا خالد ابني يا خالد، يا ضياع شبابك يا ابني. ليكون في سوء تفاهم اخي، اي والله العظيم ما عم تدخل بعقلي انه ابوك بيعمل هيك. ولك عملك شفته بعيني وغلط المحل، كل ما زال عم تنقص اكثر واكثر، وابوك نايم بالعسل مو داري بشيء. يا عمتي والله اذا امك عرفت لحتى جنت جنانه. اسمعيني منيح، بكره انا وياك بدي اروح لعندها، بتدق الباب وبتسمعيها صوتك، بتركي الباقي علي، روحي ساوي لي شي شغله. يلا موضوع ضروري، افتحي لي الباب. منو انتو؟ منو انت وليه؟ منو انتي؟ عذابك اليوم يجي لعندك ها؟ احكي مين انتي؟ انا مرته، مرته على سنة الله ورسوله. انتو ولاده صح؟ لك وليه؟ أنا بعرفك إنك عم تضحكي على أبي وعم تاخذي منه مصاري، وبعرف إنه من وراكي رح نصفع على الحديدة، ليكي قسماً بالله إذا بتضلك هيك بدي أطلع بروحك. اسمع يا عصام يا ابن جوزي، أبوك ماله ولد صغير، وإذا عم يصرف علي لأنه مرته ومن حقي هالكلام، مشان هيك إذا سمع أبوك باللي عم تعملوه أنت وأختك ما رح يهون عليه ابنه. أنا بنصحكم تاخد أختك وتحمل حالك وتروح على البيت، خطي أمك قاعدة لحالها، بكفي جوزة تركة وتجوزني. ولك يا رحم راسي ولا فاشة، وما بتجيبي سيرة أمي على لسانك أحسن ما أقطع لك يا فوق عليكي خطافة رجال. إن كلمتين وبس، يا اما بتبطلي تستغلي ابي وتسحبي منه مصاري، يا اما حسابك بيكون معي انا. انا بس. امشي يا اخي امشي امشي، خرب بيتك. لنشوف حساب مين رح يكون عند مين. رصاص
والله يا ابن عمي بدني عم يرجف رجف من اللي عملوه ولادك فيني. لك عصام كان بده يموتني لولا المحروسه بنتك شالته وشايل عني، بس هي ترى ما قصرت، ها سمعتني كلام طالع نازل. ان شاء الله بتبري قلبي، لك هيك مثل عصافير صوتي بياخذ العالم. لك والله لأمصع لك رقبته مصع. المهم انت ما تنهزي. لك ابن عمي شو رح يفيدني انه تمصع لهم رقبتهم مصع؟ يعني رح يضلوا يهددوني ويقتلوني، هادو هيك وانت عايش، يعني كيف لا سمح الله لا سمح الله عنك تقبرني اذا بتموت؟ اي والله ليزتوني لكلاب الشوارع. ما فشلوا سعدية، لك انت غالية كثير، يقبروني هالعيون انا، لك دخيل الغنج تبعك. امريني شو طلباتك؟ شو بدك بيصير؟ وحياة اللي خلقك اللي بدك اياه بيصير. تقبرني؟ يعني شو علي اذا بتسجل لي البيت باسمي؟ حتى المحل كمان، يعني انا مستحيل الاقي ابنك عصام من المحل، ومستحيل احرم اولادك من رزقتهم، بس هن اكيد بيعملوها. لك مو بس البيت والمحل، لك كل شيء بملكه رح سجله باسمي. لانه هالغنج اللي شفته مني طلعت انا ميت لي 30 سنه وحيد. لك والله ما بعرف شو صاير لي. سعديه اللي بدك اياه، لك كل شيء باسمي، تقبري قلبي انا. يخلي لي اياك يا روح سعديه، عمر سعديه. قولي قولي لا يا رب. شو لا؟ لك شايفني ولد صغير عم تراقبني وتهدد حرمتي؟ لك عم تحاسبني على تعبي ورزقي؟ حرمتك؟ ايه حرمتي. حدا اخو مرا يجي اللي قالوا له معي شيء يجي ياخده لعمى. ولا اذا بتهوب صوب البيت هنيك رقبتك قصه، فهمت؟ هيك بهالبساطة بتخبرنا انك تجوزت وبتدير ظهرك وبتمشي؟ ايه نعم بهالبساطة هي، واللي عجبه عجبه واللي ما عجبه يدق راسه بالحيط. وبعدين شغلة تانية، انا هذا البيت اللي فيه نكد ووجع راس ما بقى اجي عليه، رح روح على هداك البيت اهنيك في اللي بتحبني واللي بتخاف علي. بس يا بيه هديك الحرمة كذابة عم تضحك عليك وشلحك مصاريك. المحل صفي على الحديدة وما طل معنا مصاري وصفينا بلا شغل بلا شغل. المال مالي والرزق رزقي وانا حر فيه، واللي مو عاجبه يروح يعيش لحاله، وهذا اخر كلام عندي، فهمتوا؟ بعدين ولك روح الله يصطفل فيك الهي، ولك الله يصطفل فيك. يا مو انا بايدي رح اقتلها لسعدي، رح اقتلها لسعدي بايدي. طولي بالك يا مو مشان الله طولي بالك. يا لعبتي يا لعبتي. انت شو عم تحكي مختار؟ قول غير هذا الحكي. لك يا عمي يا عصام انا مو طالع بايدي شيء، ابوك كاتب كل املاكه لسعديه. طيب مختار نحن اولاده، امي اللي عاشت معه على الحلوه والمره هيك نصف بالشارع. مصيبه لك عمي، بكره الصبح بدكم تفضوا البيت، لانه انا كمختار من واجبي اني سلم كل املاك ابوك لسعديه. السلام عليكم. كيف يعني أخي؟ كيف ما رح نطلع من البيت؟ أختي ما رح نطلع من البيت ولا رح نطلع من المحل. ما أنت عم تقول إنه أبوك مسجل كل شيء باسمه لسعدية خانو. أي مزبوط مسجل كل شيء باسمه، بس هي إذا ضلت عايشة من هون للصبح. شو عم تحكي أنت؟ شو القتل هيك كلمة بتتم؟ لك أنا أختي لك مو كلمة بتتم، بس كلمة بتتم نضل بلا مأوى وبلا بيت وبالشوارع. كل ما بتتم نضل بلا محل وبلا شغل، وهديك ضحكت علينا واخذت كل شيء. بس والله يا امي والله اليوم قبل بكره نقطع بالروحه. وها
شوفي يا سعدية، انت خطفتي جوزي من بيته وولاده وخليتيه على الحديدة وشلحتيه الدكان والمالكانات، وهلأ ملحقتينا على البيت اللي مقاوينا؟ لك ليش هيك عم تعملي فينا؟ ابنك فات علي بنص بيتي وكان بده يذبحني، وبنتك الوقحة سمعتني كلام طالع نازل، بدهن ترباية من أول وجديد. إذا بترجعي لنا البيت رح خلي ولادي يعتذروا منك، لك نحنا رح نصفى بالشارع، لا شغل ولا مصاري ولا أي شيء. لك أنت ليش هيك عم تعملي فينا؟ مشان الله فكري بالموضوع. رزقة وأجتني لعندي، شو بتفشها برجلي يعني؟ اسمعي لقلك، خلي هالموضوع يمضى على خير وبلا ما يصير مصيبة، فكري قبل ما نساوي أي شيء ما يعجبك. خلصتي؟ طلعي برا. ورقة ورقة ليش يا أمي؟ ليش لا تقتلي أنت يا أمي؟ ما قلت لك أنا بديتك يا أمي؟ ليش يا أمي؟ أنا ما فينا ملاك يا أمي، والله ما فينا ملاك. ليش لا تقتلي يا أمي؟ كان بديتك أنا يا أمي، ليش؟ ليش قدرتيها؟ كان لازم أعمل هيك يا أبي، عشان أحميك وحافظ عليك. يعني أنا عملتها بدالك، لأنه ما كان قدامنا حل تاني. أنا أم، والأم بتدافع عن ولادها بإيديها وأسنانها. روح يا ابني، روح عيش حياتك ودير بالك على أختك. أنا قلبي وروحي فداك، وراح أضل لآخر نفس بحياتي قلبي وروحي فداكن. انتوا ولادي، انتوا ولادي، إذا ما ضحيت مشانكن لشو حياتي؟ أبو دراع الله يرضى عليك.
شو بدك تشتغل معي؟ قل لي. لك اي شيء ابو حدو، اي شيء بوسه لايدك، بعزل بلاليع، بنقل حجر، بنظف وبظبط صوبيات، لك اي شيء بس بدي طالع مصروفي ومصروف اولادي. ابو درايزر ما بتفهم علي انت ها؟ اخي شوف لك حدا تاني تشتغل معه، يعني بلا ما تقطع برزقي. لا يا ابن الحلال، ليش لا اقطع برزقك؟ اوه ابو دراع، انت بتعرفني انا بشتغل ضمن بيوت، يعني ما حدا بيأمن يفوتك على بيته، السلام عليكم. شو طمني مش الحال؟ لك حتى ابو حدو ما رضى يشغلني، ولا واحد من اهل حارتي رضيان يشغلني، لك ما بدهم ينسوا انه انا كنت حرامي وتبت. قلت لك هاي الحارة ما بيمشي مع التوبة بنوب. ولك شو عمل يعني يرجع يسرقه مرة تانية؟ أنا حالف يمين للميمة إني ما مد إيدي على الحرام. يا سيدي وأنا لقيت لك شغلة بتحافظ على وعدك للميمة ومنطلع فيها رزقتنا. شو هي؟ ها؟ يا هيك شغل يا أما بلا. مع أنه والله مالي حاببها. أيوة، ليش عندك شغلة نشتغلها غيرها؟ تعال هون فهمني، عندك شغلة تطلع مصاري أكتر من هاي الشغلة؟ قلي فهمني، أنا ما بعرف. بعدين تعال أقلك هاي ليكك دورت على شغل بكل الحارة، مين رضي شغلك؟ طيب مو هون المشكلة، المشكلة أنا عندي كوم لحم بدهم ياكلوا فاتحين تمهم للسماء، هذا غير أمي المرضانة ومرتي اللي ما بتخلص طلبات. معناتها يا بدراء الله يرضى عليك، خلينا على شغلتنا هاي. هاي شغلة بدها قلب قوي وما بتليق غير بالقبضايات اللي مثلها. شو بدكم انتو؟ شو بدكم؟ لك انت شكلك ما بتفهم بالذوق، طالع المصاري اللي معك. ما معي مصاري وما رح اعطيكم مصاري. قسما بالله بطقك سكيني هلا بطالع كرشك 5 متر لقدام. ماشي يلا. ماشي ماشي ماشي. هاتون ان شاء الله بيفوتوا على قلبكم مثل نار جهنم، لك ان شاء الله بتصرفوهم على الحكمة انتو ولادكم. راس وبلا حكي فاضي. واوعك اوعك يا ابو رجدي تروح تشتكي للكراكون، قسما بالله بتفيق بتلاقي دكانتك محروقه. امشي. فهمت؟ دخيلك يا ربي، دخيلك. شو بك يا صفاء؟ ليش هيك زعلانة؟ بنتك حرارتها مرتفعة ولا عم تنزل لا بليل ولا نهار، حطيت لها كمادات، شو أعمل؟ البنت كل مالها عم تزيد حالتها. لك إيه عرضية، هلا بروح لعند العطار وبجيب دواء، لا تاكلي هم، خليكي قاعدة. يا الله لا حول ولا قوة إلا يا رب. لك تعال يا اخي، لك تعال هون، لك تعال هون، ما دفعت حق الدواء. اسمعوا لك كلمه ثانيه، بقومك بارضك، ارجع على محلك، ارجع. لا لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. امسك الدواء خليهم معك، هدول حققتتهم وجيب أكل فيهم والباقي مصروف لإلك. بس هيك قليل أبو دراع. لا تنسى أنت عايش بقمع راسك وحداني، أنا عندي عيلة وولاد بدي طعميهم، بعدين الشغل كله أنا شايله لحالي، بقى من تمساكت الله يرضى عليك واستهدي بالله. مش يا بابا، بس رح نعوضهم المرة الجاي. يا صفاء، صفاء، عدلي هلا ما تحسنت يا رجال وكل ما لصحت لورا. لك روقي روقي، هو العطار قال لي هذا الدواء بده 3 أيام ياخذ مفعوله. ايه بس صحتها كل ما عم تتدهور، مو معقول هذا الشيء. علينا ما بيطلع مني غير النق النق النق.
إيه والله ضوشتيني، رايح لعند أمي أنا. إيه هذا الشاطر فيه، تروح لعند أمك وبس. حول ولا قوة إلا بالله. هاتي دي تقبرني واسي واسي، تقبرني، عود عود، الله يرضى عليك الله يرضى عليك. شلونك يا مو؟ مشتقت لك تقبرني، طمني عم تشتغل؟ لا والله يا مو بصراحة ما عم بشتغل، بس يعني عم دور على شغل ومسورة معنا. خلي هالفرنجين لإلك مصروف. لا تقبرني لا، الله يرضى عليك. أنا مصاري ما بعرف منين جايبون. لا، المال الحلال بيروح، بس الحرام بيروح هو وأهله. تقبرني ما بقدر. ولك يا مو أنا وعدتك إني بطل سرقة وبطلتها، ليش ما عم بتصدقوني؟ طيب منين جبتون هدول لك؟ ولك حاج بقى ولو حاج بقى تنقي علي انت ومرتي، ما بخلص منها بتجيني انت. استغفر الله العظيم. الله يهديك الله يهديك بجاه النبي يا رب، إلهي يهديك. يا لقلبي عليك يا بنتي، يا لقلبي عليك. شو بك صفوان ليك عم تبكي؟ بنتك حرارتها كثير مرتفعة، وشو ما أكلت عم تستفرغ. يا لطيف، البنت مثل النار. قلت لك شو بنعمل؟ أنا رايح أجيب الحكيم. بس لا تطول لا تطول مشان الله. يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. يا رب يا رب. بعد اذنك عقيد، هذا ابو دراع تمادى كثير كثير وصار لازم يتقلع برات الحاره. لك الاعمى بعيونه، مو على اساس تاب وحطيده على شواربه ترك السرقه وصار يشتغل مشلح. بعد اذنك عقيد، عندي كلمتين بدي اقولهم. انت بتامر شيخي، تفضل. لحنا كلاتنا غلطانين بحق هذا الرجال، يعني لحنا اللي دفعناه لحتى يشتغل مشليح. الرجال تاب، والله سبحانه وتعالى بيقبل توبة العاصي إذا تاب، بس البشر لا بتقبل ولا بتسامح. الرجال راح صار يدور على شغل لحتى يطعمي أولاده لقمة حلال. الرجال عنده أولاد صغار جوعانة بدها تاكل، والفقر بيولد الكفر والعياذ بالله. والله بهي الحق معك يا شيخ، لحنا ما مدينا إيدنا له لهالزلمة وسكرنا كل الابواب بوشه. طمنا حكيم. بصراحة البنت مصابة بمرض مستعصي، نسبة شفائها منه قليلة كثير. الله أكبر. طب من وين جاء هذا المرض؟ لحد الآن ما بنعرف صدقني. ما عليها إلا العافية إن شاء الله. الله بيفوتوا على قلبكم مثل نار جهنم، لكن إن شاء الله بتصرفوهن على الحكمة أنتوا وولادكم. يا كبارية حارتي يا كبارية حارتي، بوزي ديكو سامحوني. لك كرامة للرسول، سامحوني سامحوني بوزي ديكو. لك أنا بستعد اشتغل أي شيء، لك بنظف جمر بعزل بلالية، بس بوز ايديك وسامحوني. مستعد اعمل اي شيء بس لعوض المصاري اللي اخذنا غصب. ولك انا بنتي معها بالطيب، بنتي معها بالطيب، معها بالطيب، والله عم يعاقبني فيها. ولك بوز ايديك وسامحوني، بوز ايديك. قوم ابو دراع، قوم وكل الله. لا اله الا الله. أنا رح أشوف أهل الخير واجمع لك قرشين ظبط حالك فيهم وتاكل لقمتك بالحلال. نحن كلياتنا معك، بس اللي بدي إياه منك تثبت على توبتك، والله بيحب الثابت. بأمرك شيخي. شو حكينا أبو دراع؟ بأمرك عقيد. قول يا رب. يا رب سامحونا يا أهل الخير. شرف شيخي. شرف. لا حول ولا قوة إلا بالله.